بالنسبة للانتخابات المبكرة هي دائما لماذا يسموها مبكرة؟ لأنها حالة استثنائية وغير اعتيادية، فيجب أن يكون لها ما يبررها في حراك تشرين وحجم التحولات اللي حصلت ورغبة الجمهور العراقي الشبابي الذي خرج في تشرين بأن تجرى انتخابات مبكرة ليشارك في العملية الانتخابية بعد أن كان محجما عنها، جعل أغلب القوى السياسية تدعم هذا التوجه، ونمضي إلى انتخابات مبكرة نعطي الفرصة لمساحة أوسع من المجتمع للمشاركة في تقرير مصيرها. اليوم الأوضاع مستقرة والحكومة تخطو خطوات واثقة إلى الأمام، ونحن نحتاج أن نطيل أمد الاستقرار حتى نحقق النتائج، لأن النتائج لا تأتي دفعة واحدة ولحظة واحدة. لذلك أعتقد لا يوجد ما يبرر انتخابات مبكرة في هذا التوقيت، والشيء الصحيح هو أن تمضي هذه الدورة حتى نهايتها، وكل من يريد أن يشارك اليوم أمام فرصة جدية في مجالس المحافظات لأن يشارك، ومن لا يرغب بذلك فهو بعد انتخابات مجالس المحافظات نحن أمامنا سنة وبضعة أشهر للوقت الطبيعي للانتخابات، فماذا يعني مبكرة؟ هي المفوضية تحتاج 8 أشهر حتى تجري انتخابات، فهل المشكلة كلها في 4 أشهر 6 أشهر؟ إذن نحن مع أن تمضي هذه الدورة حتى نهايتها بشكل طبيعي وتجرى انتخابات في مواعيدها الدستورية. بالحقيقة أيضا هناك مخاوف في بلد متنوع ومتعدد مثل العراق، إذا أصبح هذا السياق في كل مرة انتخابات مبكرة قد نصل إلى لحظة نفقد فيه الاستقرار السياسي المستدام، ودائما أي حكومة تتشكل سيكون هناك من يعترض، وسيكون أسهل الخيارات أن يطلب إقامة انتخابات مبكرة في حينها، وسوف لن تقوم قائمة لأي دورة كاملة أو لأي حكومة تقوم بمسؤولياتها في الفترة الدستورية المحددة. فنحن لسنا مع أن نحول الاستثناء إلى حالة طبيعية، وإنما أن نعود إلى الأمر الطبيعي، كل دورة تأخذ مدياتها الكاملة.